إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من دين الدار البيضاء من أحد المؤسسات التعليمية. اليوم كاين واحد الحفل بحكم الإنجاز اللي وصل له المنتخب الوطني، وكذلك هذا الحفل اللي كيشاركوا فيه فعاليات يعني رياضية. ومعنا إن شاء الله الأخ اللي غادي يشرح لنا حول هذه التظاهرة وحول كذلك المنفعة ديال التظاهرة بالنسبة للثانويات بلادنا. السلام عليكم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ابراهيم بدني بانوني، استاذ التربيه البدنيه في داخل ثانوي عقبه بن نافع، ومعد بدني واطار وطني في ميدان كره القدم. احنا كيف عرف الجميع بان اكاديميه الدار البيضاء كلها محتفله بالفريق الوطني، وحنا على غرار هذا الاحتفال نظمنا الحفل على غرار الفريق الوطني المغربي. وكاين هناك بعض الفعاليات الرياضيه كالدكتور فارس بن كيران استاذ ودكتور في ميدان المرافقه الذهنيه والرياضيه، كاين السيد عبد الرحيم طالب الاطار الوطني، كاين هناك امين اوباها اللي كان حاضر مع اس ان ار تي نيوز في نفس في قطر، التدخلات ديالهم. وهذا هذا الحفل درناه لان كاين هناك باش نبينوا للتلاميذ روح المواطنه، ونبينوا لهم بان كاين هناك عمل كيدار باش يمكن الانسان يوصل للمبتغى ديالو. اذا ما كاينش شي حاجه كتجي على بصدفه، اذا كاين هناك واحد الشرح، وفي نفس الوقت غادي نعطيو اكثر معلومات للحضور الكريم على الانجاز التاريخي اللي حققه الفريق الوطني، والاحتفال ديال صاحب الجلاله بهذا الفريق الوطني اللي حقق هذه النتيجه الايجابيه. اكيد استاذ ان مثل هذه الحفلات هنا في المؤسسه التعليميه كيعطيو واحد الروح معنويه للتلاميذ. هذا اولا درنا هذه الحفله هذا، حضرنا التلاميذ اللي حاضرين معنا، بغينا نعطيهم واحد الروح ديال فكره على الروح ديال المواطنه، لان كتعرفوا التلاميذ في الاحياء الشعبيه كاين هناك بعض الاخوان اللي ما تيغفلوا على هذه النقطه الايجابيه، لانها مهمه ومهمه باش يمكن الانسان يكون العطاء ديالو اولا للعالم الوطني ديالنا، عاد باش يمكن له ينتج شي حاجه في الصالح ديالو. اذا روح المواطنه هي راه مهمه باش كل الانسان يمشي بعيد وكل انتاج ديالو ايجابي. تبارك الله عليك استاذ، الله يبارك فيك. شكرا مره اخرى استاذ. اكيد معنا المدير ديال المؤسسه سي بوجمعه، كنعرفوا ان الحفلات سي بوجمعه كيعطيو واحد الدعم نفسوي النفسي بعد التلاميذ بحكم داك الشيء اللي حقوا اللاعبين، وشفنا الفرحه مع الامهات ديالهم، وشفنا الرضا ديال الوالدين، وشفنا بزاف ديال الامور، واش هذا الشيء غادي يخلي ان التلاميذ يحلموا ويبداوا تحقيق ذاك الحلم ديال مؤسسه بوجمعه؟ حنا كنعرفوك راه عندناك، راه انا راه واقيلا العائله كامله قرات في هذه المدرسه. اذا مرحبا بهذا المنبر، هذا المنبر الاعلامي. اذا بخصوص انت سولتني بطاطا على التاثير الايجابي ديال هذا الحدث التاريخي اللي هزوا الاستاذ بطاطا الحال، واللي شرفنا وشرف العالم بصفه عامه، وشرفنا بطاطا الحال كثير كمغاربه، واستلهمنا من بطاطا الحال واحد المجموعه ديال القيم الايجابيه، قيم انسانيه، جميع القيم الايجابيه استلهمنا من هذا الحدث هذا. ولا دلالة على ذلك بطاطا الحال هو الاستقبال الملكي للاسود اللي بطاطا الحال فيه واحد المجموعه ديال الدروس، مجموعه ديال الرسائل، وهذا الشيء بطاطا الحال لا يمكن الا ان باش ينعكس بالايجاب على التلاميذ ديالنا اللي بطاطا الحال حتى هما محقهم يحلموا، محقهم كذلك يجتهدوا باش يوصلوا للمراتب العليا اللي حقوها الاسود، ولما لا كذلك باش يوليو حتى هما اسود. هما المغاربه بطاطا الحال ممكن يوليو اسود بطاطا الحال. تبارك الله عليكم سي بوجمعه، شفناكم انتم راه من القلائل ديال المؤسسات اللي جابوا اوتور وجابوا يعني المشاهير الرياضيين باش هذا الشيء كله باش تلمعوا حتى الصوره ديال المؤسسه ديالكم، وكذلك تعطيو الدعم لهذ الوليدات. بطبيعه الحال هذا الحفل اللي قمنا اليوم بطبيعه الحال فهو تنعتبر اننا واجب خصنا نقوموا به، لان مشينا على الخطى ديال صاحب الجلاله نصره الله، لانه استقبل هذ الاسود هذو ورفع من المكانه ديالهم ومن القيمه ديالهم. بطبيعه الحال ما كان عندنا الا مشيو نفس الطريق، وبطبيعه الحال حضور مدربين وطنيين ولاعبين دوليين كبار مغاربه ما هو الا دليل على هذا العمل اللي تنقوموا به،
وحنا مستعدين ان شاء الله نسيروا فيه. تبارك الله عليك السي بوجمع. الله يحفظكم اسيدي. شكرا جزيلا. شكرا الكرام. كان معنا مدير المؤسسه السي بوجمع، كنشكره على هذا التدخل هذا. كنشكرك مره اخرى، غادي نتلاقاو معكم ان شاء الله في مباشر اخر مشاهدينا الكرام بعد قليل ان شاء الله. الى اللقاء. الله يحفظكم.